مساء الخير أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي ريمال سبور مباشرة عبر قناة ريمال تي في. بطبيعة الحال مجموعة من المواضيع الرياضية التي سنناقشها خلال هذه الحصة الزمنية من الآن إلى حدود الساعة 9:30. أول شيء سنتحدث أو سنعود إلى مباراة حسنية أكادير وفريق المغرب التطواني برسم نصف نهائي كأس العرش، وأيضا مباراة الجديدة والطاس بنفس المناسبة، وأيضا سنعود إلى البطولة الوطنية والمؤجلات وبطولة القسم الوطني الثاني للنخبة، بطولة الهواة، وأيضا مجموعة من المواضيع الرياضية المختلفة على مدى فترة زمنية ساعة ونصف. معي داخل الأستوديو مجموعة من الأصدقاء، طبيعة الحال أعتبرهم أصدقاء، سي مراد العلوي محلل قناة ريمال تي في، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير سي حسن، مساء الخير سي سعيد، مساء الخير بالجمهور الرياضي على قناة ريمال تي في. مساء الخير، يعني قدمتيه تحية لسي سعيد النوري الحكم الدولي ديالنا بطبيعة الحال والمحلل على قناة ريمال تي في على مستوى المجال التحكيمي. سي سعيد النوري مساء الخير وشكرا على تلبية الدعوة. مساء الخير سي حسن، مساء الخير سي مراد، مساء الخير جميع المشاهدين الكرام. سي سعيد نوري توحشناك شوية، عودة ميمونة، كنت في سفر بطبيعة الحال، كانت هناك ربما يعني أمور كتعلق بك بالمجال، نمشوا على المجال الرياضي، ربما كانت هناك يعني أشياء اللي يمكن تضيفها في الجانب الرياضي، وكان لابد أن سعيد نوري دائما هو كيبحث كيمشي كيبحث على الجديد، ليس فقط على الصعيد الوطني بل أيضا كيسافر وكيضيف الجديد للمعلومات ديالو. شنو هو الجديد سي سعيد اللي يمكن؟ مساء حسن، كنشكرك بعدا، وكان كما قلتي توحشناك صافي لونك، مرحبا. دونك باش نقول لك سي حسن، فعلا كنا في السفر، يعني في الدومين ديال لا فارماسيون، مي طون بروفيتيت من لوكازيون، تلاقيت مع اصدقاء رياضيين حكام، يعني مغاربه، مجموعه من الحكام المغاربه على في المجر، المهم تلاقينا كانت هناك تبادل ديال المعلومات بيناتنا، والحمد لله كانت لقاءات ممتازه ان شاء الله، واي لقاء لابد تستفد منه وتاخذ منه الخبرات. طبيعه الحال نعم سي سعيد نوري، حنا جايين القضية ربما كنت خارج ارض الوطن، وكما قلت لي في الكواليس انك تابعتي المباراه ديال حسنيه اكادير عبر شاشه التلفاز، اعتقد في بلجيكا بروكسل. ربما كان هناك جمهور رياضي اخر كان شغوف بالمباراه وتابع المباراه، احكي لنا شويه عن الاجواء. كثيرا لانه تبارك الله حسنية أكادير عندها جمهور كبير، لا محليا ولا وطنيا ولا ايضا دوليا، اول مره كنتلقى بمجموعه من الجماهير والمشجعين ديال فريق حسنية أكادير، يعني عندهم واحد الاحساس كبير وشغوفين محبين كبار ديال الفريق الحسنية، يعني انا تفاجأت كثير، ولكن الحمد لله كانت الاجواء رائعه، هناك مقاهي يعني شعبيه كثير، كتلقى الجمهور كثير، وبانك كتخيل راسك بانك راك في بروكسل، وبين هناك جمهور عاشق لحسنيه اكادير، فتحيه للجمهور ديال حسنيه اكادير داخل وخارج ارض الوطن. مرحبا بكم بطبيعه الحال عبر قناه ريمال تي في للتواصل وايضا للاستفسار ولاخذ معطيات ومعلومات عن فريق حسنيه اكادير، فبرامج رياضيه متنوعه رفقه الزملاء في القسم الرياضي بقناه ريمال تي في هما رهن الاشاره ديالكم باش يزودوكم بالجديد. ما عليكم الا تتابعوا دائما قناه ريمال تي في القريبه من كل الأنواع الرياضية، لا أقول فقط كرة قدم ولكن جميع الأنواع الرياضية، فهي ستكون قريبة إن شاء الله، والزملاء في القسم الرياضي كيعملوا جاهدين باش يقربوا لكم المعلومة في حينها. سي مراد علوي، رجعوا المباراة ديال حسنية أكادير بالأمس، والمباراة اللي لازالت النشوة ديالها يعني سائدة هنا في الأجواء الرياضية السوسية. بالفعل سي حسن، مباراة اللي كنا كنتوقعوا أنها غتكون مقابلة صعبة بحكم الوزن ديال الفريقين معا، لان فريق المغرب التطواني ابان عن علو كعبه في هذه الدورات الاولى من البطوله، ووصل عن جداره واستحقاق الى مقابله النصف النهائي. فريق حسنيه اكادير كذلك كان عنده برنامج اللي كان واحد البرنامج اللي غني باللقاءات الحاسمه، واللي الحمد لله استطاع فريق حسنيه اكادير انه يحقق فيها نتائج كلها ايجابيه. اذا في ظل هذه المعطيات كنا كنتظروا ان الفريقين غادي يعطيونا واحد طبق كروي اللي في المستوى، واللي غادي يعطي واحد الصوره كبيره على الكره الوطنيه. فريق حسنيه اكادير باغت
الفريق التطواني منذ اللحظات الاولى، لان دار واحد الضغط عالي على الدفاع ديال الفريق المغرب التطواني، هذا اللي دار واحد الارتباك في خط الدفاع. المدافع كيرجع الكره للحارس بوناغا اللي في هذا الاطار يعني دار واحد الاستلام ديال الكره اللي هو كارثي. هذاك الخطا اللي استغلوا اللاعب الفحلي وخذ الكره، الحارس كيرتكب هذاك الخطا وسط منطقه الجزاء، الحكم تيعلن على ضربه جزاء. الكره وصلت للاعب الثاني ديال فريق حسنيه اكادير اللي سجل، غير هو ان الحكم سبق واعلن على ضربه الجزاء. بقى معايا هنا سي سعيد النوري، في هذه الحاله هذه مثلا لو الحكم ما اعلنش على ضربه جزاء وخلى الاستمرار ديال اللاعب لافونتاج، نقول احنا بالكره ديالنا لافونتاج، والكره تمركات، واش غادي يحسب الهدف ويعطي انذار ولا غادي يحسب غير الهدف بدون انذار؟ يعني هنا كنقولوا بان ربما باش ما يكونش العقاب ولا ملي عطى ضربه جزاء عطى ضربه جزاء وعطى انذار، يعني كيفاش تفسرنا هذه الحالات؟ لان كاين هناك مجموعه من اللبس في هذه القضيه هذه. نبداو بالاولى، اذا خلى لافونتاج مثلا تمرك الهدف، واش غادي يرجع يعطي الانذار ولا فقط يخلي لافونتاج؟ نعم سي حسن، دونك ما خليتينيش تنهن المسيرين ديال الحسنيه ولا الجمهور ديال الحسنيه ولا الطاقم الطبي والتقني والاداري وعلى راسهم السيد الرئيس حبيب سيدينو، واللي هو راجل ناضل وكافح وباقي كيناضل وكيفاح، وكنتمنى ليه ان شاء الله التوفيق له هو الحسنيه كلها والجمهور ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه فيليسيتاسيون، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يجيبونا الكاس لا سيمين بروشين ان شاء الله. دونك سي حسن، بالرجوع الى لو بوان ديالك، باش نديروا ديتاي ولا باش نناقشوا التحكيم اون جينيرال في الاول، ولا نشوفوا هذه بوان نبداو بوان بوان عاد نرجعوا نعطيو الخلاصه. اكزاكتومون، دونك اولا قبل كل شيء نقول لك بان الحكام اللي قادوا هذه المقابله حكم صغير وشاب المسلك اللي هو من عصبه الغرب بالمساعدين ديالو من عصبه الغرب، واحد من عصبه الشاويه، والحكم الربيع الجعفري، يعني لو تريو اربيترا زيدو ديال الفار زوراق والمساعد ديالو، يعني لو هذا ليكيب ديال لي زاربيتر، ما بقاش نقولوا تريو ولا ليكيب، نقولوا ليكيب ديال الاربيتراج ولا الاستاف كما قال السي مراد ديال لي زاربيتر. اولا قبل كل شيء كنهنيهم لانهم داروا مقابله كبيره وكبيره جدا، سورتو الحكم المسلك لانه حكم شاب، حكم اللي عنده اولا قبل كل شيء باش عجبني هي اللياقه البدنيه، الا لاحظتوا اللياقه البدنيه ديالو ممتازه اللي خلاته يتحكم في المقابله، لانه اي اكسيون كيكون حداها ولو سيف اللي كيسيف اللي حدا لاكسيون، يعني كل شيء غيتقبل القرار ديالو. نجيو لا كاتريام مينوت، يعني لا مينوت الرابعه، باش نشرح لك بوان بار بوان دي كيسيون اللي عطيتيني. اولا قبل كل شيء كنشوفوا لا كاتريام مينوت اش وقع، هناك خطا ديال التمرير، المهاجم ديال الحسنيه خدا ونفرد بالحارس، الحارس دخل، باش دخل؟ ماشي بريدين، دخل بالرجل، لانه كان هناك خلاف باش هو سقط، يعني كانت هناك عرقله باليد، لا عرقله بالرجل، يكون كانت فين هنا ما بين عرقله باليد وبالرجل، انا غنشرح لك واش مشى للكره ولا مشى للرجل؟ لا، يكون كانت العرقله باليد كتكون هناك طرد مباشر، طرد مباشر، إلا كانت العرقله باليد طرد مباشر مع الاعلان على ضربه جزاء، هناك عرقله بالرجل كيكون هناك فرصه سهله للتسجيل، وعرقله بالرجل هناك تكون ضربه جزاء والانذار، تسقط هذيك العقوبه ديال الطرد، كيبقى فقط العقوبه ديال الانذار. علاش؟ لانه الحارس لعب الكره، ولكن باش لعبها باي اش من باي لو بوان ديال الكور ديالو، باش لعبها بالرجل ولا تنافس بالرجل باليد، تنافس بالرجل، إذا كانت هناك منافسة على الكرة بالرجل تسقط، ولو كانت هناك فرصة سهلة للتسجيل تسقط هذيك الورقة الحمراء، كتجي بلاصتها الورقة الصفراء، أوكي، وإعلان على ضربة جزاء. ولا كانت خارج بلاتي نمشي معاك فوالا، هذه منطقة الجزاء، منطقة الجزاء، إذا كان برا غير منطقة الجزاء هنا كتكون عرقلة بالرجل وباليد الورقة الحمراء مع الخطأ مباشر. واضح واضح. دونك بالنسبة لو بوان الثاني، الحكم كان عليه يخلي